كيف خطرت لكم الفكرة بداية؟ يعني هل هاي الفكرة كانت أصيلة؟ هل من راسكم صراحة أنت وزوجتك، ولا شاهدتوها مثلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرأتوها في 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 صحيفة ما مثلا، شفتوها على شاشة معينة؟ هي الفكرة بأيام الخطبة شاهدناها بفيديو على الفيسبوك لعروسين كانوا جداد وطلعوا حكوا احنا تبرعنا في جميع تكاليف العرس للأيتام والفقراء، وكانت بادرة جميلة جدا. ويعني تخيل واحد هو سعيد أكثر من حفلة العرس اللي هي عبارة عن ساعتين. بعدين نحكي الفرحة بتروح خلاص بعدها كم يوم تنتسى. أنت كل ما تتذكر الموقف أو شو عملت أو العمل الخيري اللي أنت سويته مقابل أنك ضحيت بشيء متعارف عليه بالمجتمع، عملت شيء غريب بالنسبة للمجتمع، يعني هي فرحة حلوة. نعم. حتى كما تتذكرها بتبتسم كيف الفرحة الوجوه اللي انت أبسطهم. جميل. يعني اسمح لي محمد بشغلة، يعني موضوع انه الفرحة اللي زرعتوها في أنفسكم أكيد جدا جميلة. موضوع التبرع هذا شيء بينعكس على الشخص نفسه، فإحنا منهنيكم أول شيء على هاي البادرة. لكن فكرة تقبل المجتمع وتقبل الأهل لهذا الموضوع، يعني مثلا هل أب وأم بيرضوا مثلا أنه بنتهم أنها تتزوج من غير مراسم زواج وتكاليف اللي تعودنا عليها في مجتمعاتنا العربية؟ والله هو من ناحية الأهل لما عرضت الفكرة على أهلي وأهلها نحكي كانت الفكرة متقبلة، من ناحية أنه إحنا أول شيء مبسوطين من الفكرة والبادرة منا، مش مضغوطين من أي حد، إحنا من نفسنا من تلقاء نفسكم تلقاء نفسنا اقترحناها وفكرنا فيها وعرضناها على الأهل، وكانوا سعيدين بالفكرة وبالعكس شجعونا ورتبونا الأفكار ورتبونا الأمور أنه نطلع ونشوف الابتسامة كيف لما نوزع، إحنا بإيدينا نوزع. فكان الأهل الحمد لله كانوا واقفين معنا من طرفي ومن طرف العروس. الحمد لله رب العالمين.